التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. نبارك للأمة الإسلامية حلول شهر شعبان المعظم، شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا دخل شهر شعبان يأمر المنادي أن تشرع برمان لو ليمون؟ رمان. هات لي 3000. لا عمو خليني بجيبك. شكرا عمو. تو يا ما قاعد تحكي، قاعد يحكي ويا ابوي. وابوك مو ميت بالجنة؟ امي قالت اذا تشتاق لابوك يعتبر ان امام المهدي ابوك. شلون نشوفه؟ ما نقدر نشوفه، بس نحس بيه. قلبي قاعد يدق بسرعة. ايه هيك احس بيه. عاد يصير ابونا؟ يصير ابونا ويصير كيف العالم كله.